التجار كتار يعني بيتصلوا بينا بيقولوا نحن دايرين كميه من الجلبابات وكميه من البجامات، فيعني بنديهم لكن ما كثير لانه الدخل بسيط. طيب كلمه اخيره انت حابه تقوليها في مشغل ليك عن ديوان الزكاة على العمل بتاع دون الأزهر، فوائد ممكن تقدمها للناس؟ والله أنا من هنا يعني بطلق كلمة شكر لناس ديوان الزكاة وبحيي لي متعة الزاد عندما نتقاسمه مع آخرين، ومتعة المشوار عندما نمشيه مع جماعة، وزيادة الفرح دائما عندما نتشاركه مع الأصدقاء. هكذا كان حال فتحية وصديقاتها وهن يمشين مشوار العمل والأمل، يفصلن قماش الحاجة ليكسوهن وأسرهن من عيون الحاجة. بالله يعني هسي جاتنا كثير من يعني الأسر الضعيفة بيطلبوا، بيقولوا مثلا دارين ليهم دستة بتاعت جلبابات، دستة بتاعت بجامات، فنحن بنخيط وهم بيسوقوا ويعني استفادوا إن شاء الله، استفادوا شديد، لكن بنتمنى إنه نطوره ونشوف مكان يعني أكبر، فنطلب يعني لو دعمونا شوية برضو يعني يكون أحسن. طيب عندكم فكرة تتعاملوا مع التجار في الأقمشة، بيجيبوا الأقمشة كيف؟ بعد يمكن الأسعار التكلفة بتاعتها بيتم تقاضي معكم، حابين نودي لأنه أنتوا دارين تشتغلوا عشان تبيعوا بسعر مناسب أقل، يعني بتتعاونوا مع تجار، بتتعاونوا مع منو في المجال عشان تجيبوا الأقمشة وبتسوقوها كيف؟ تسويقها برضه نحن أصلا بنجيب من سيدنا درمان، يعني بنمشي الجملة، بنجيب المتر من سيدنا درمان وبنجي نصمم طريقة التسويق. يعني بيجونا بعض من الأخوات الدلاليات بيجي يشيلوا، يعني بيمشي يبيعوا بالأقساط، نحن بيدونا بالكاش، فنتمنى لو نحن يعني وسعنا الشغل أكثر من كده. في تجار كتار يعني بيتصلوا بينا بيقولوا نحن دايرين كمية من الجلبابات وكمية من البجامات، فيعني بنديهم لكن ما كثير لأنه الدخل بسيط. طيب كلمة أخيرة أنت حابة تقوليها في مشغل ليك عن ديوان الزكاة عن العمل بتاع دون الأزهر، فوائد ممكن تقدمها للناس؟ والله أنا من هنا يعني بطلق كلمة شكر لناس ديوان الزكاة وبحيي اللي عملهم، يعني لأنه دائما عليهم بيقفوا مع الفقراء والأيتام ونازوا الحاجات الخاصة، وأنا شاهدت مشاريع كثيرة يعني وعديدة من ناس ديوان الزكاة ويعني قدموا كثير، نحن ذاتنا يعني ملمس غالبراو قدموا لنا يعني في الحي مشاريع كثيرة. عندنا واحد كده يعني زول محمول قدموا له دكان يعني وملوا له بضاعة، عندنا واحدة برضو قدموا لها مرات بتاعت اسفنجي كمية من المراتب، عملوا لنا كم مشروع بتاع أواني منزلية لأسر برضو فقيرة، يعني أنا من هنا بحييهم والله، يعني واقفين مع الشرائح الضعيفة يعني عن جد. فبعدين كان كمان برضو بحيي مؤسسة التنمية الاجتماعية فريع بحري أستاذة أسماء يوسف، فكثير يعني من عملتنا كثير مشاريع برضو كثيرة، أنا رئيس جمعية قدمنا لهم يعني قدموا لنا خدمات كثيرة عن من البنك التنمية مؤسسة التنمية الاجتماعية. بحيي أختنا أسماء يوسف يعني قدمت لي مشاريع كثيرة لأسر فقيرة وبشكرها، يعني أنا من هنا برضو كمان بشكرها. وكمان تحية لأختنا علوية في ديوان الزكاة، وبحيي ديوان الزكاة يعني كل ديوان الزكاة من غفير لحد مدير، يعني بحيون والله بحيون لعملهم الجميل ده. شكرا. 10 أسر تجمعت لتصنع مشروعا يوفر لهم ولسواهم فرص العمل ودخلا مستقرا، فكانت الإعانة من ديوان الزكاة ولاية الخرطوم بالتمويل والتدريب.
فكان مشغلا للملابس، مشغلا للعمل والأمل والسعادة. كان تفكيرهن ليس قاصرا على حاجاتهن فقط، فقد اهتمن بالمدارس ذات الرسوم القليلة لتوفير أزياء الطلاب المدرسية، واهتمن بالأسر ذات الدخل المحدود لإعانتهن بالملابس ذات الجودة والجمال والسعر الأقل. دلو شاب شمال مربع 5 حي المنار. والله يعني احنا بدينا بمشغل دعمنا ديوان الزكاة ل10 أسر، فبدينا مولونا ب10 مكانات للخياطة، ودعمونا بأقمشة للمدارس، فبدينا في هدوم المدارس وسوقنا الحمد لله، وجبنا من أقمشة بتاعت هزاز بعد التسويق، جبنا أقمشة بتاعت هزاز وبدينا اشتغلنا والحمد لله سوقنا، ويعني استفادوا النسوان، استفادوا يعني الحمد لله، وفيهم أرامل وفيهم مطلقات والحمد لله، وهسه ماشيين يعني. ونتمنى من ديوان الزكاة إنه يمدنا بأقمشة، ونحن بنحيي ديوان الزكاة يعني، لأنه دايما بيقفوا مع الفقراء والأيتام وبنحييهم والله. احنا بقينا ناخد الحتة بتاعت النجلة اللي ممكن تحصل من خلال تطور الأسرة، يعني أنت ذكرت عن في أرام في مطلقات وكده، الفكرة بتاعت إن الشباب هو يساعد الناس تبدأ منتجة، يعني بنتكلم عن الإحساس بإنه الناس زي ما بيقوا في روح بتاع في العمل، بيقعدوا مع بعض بيناقشوا مشاكلهم مع بعض، بيقدروا مثلا في نفس الوقت المشروع بيحقق لهم عدد من الأهداف. لو عارف التفاصيل ممكن ممكن نتكلم فيها برضه. يعني أنا النسوان اللي يعني شغالين في المشغل يعني حسوا بأنهم هنا لما يشتغلوا بيسوقوا، يعني كان لتوفير يعني من حاجات يعني بيطلبوها من يعني مصاريف أولادهم أو ما يحتاج ليهم، هم يعني استفادوا، واللي قدام يعني الاستفادة كمان أكتر. هو المشروع الذي جعل من فتحية تفكر في الحياة بشكل مختلف، وجعل زميلاتها يفكرن طوال الوقت ويتحاورن في تطوير المشروع وكيف يساعدن الآخرين. هي فكرة لجعل كل أسرة منتجة تسهم في سد حاجتها ودفع المجتمع للنهوض وتوفير سلعة ذات جودة وسعر أقل. هو مشروع 10 سيدات وبدعم ديوان زكاة ولاية الخرطوم، لكنه مشروع دولة. هو مشغل بسيط الأدوات كبير الأثر، هو مكان صغير الحجم، لكنه مؤسسة اجتماعية متكاملة. هن يخطن غزلا للمحبة والتعاون وروح المسؤولية. الحياة الثانية إنه السوق يعني بيحتاج إنه لمتطلبات كثيرة، وبيحتاج لمواد وبيحتاج لسيولة، ف
نسبة للحتة معينة، إنه مثلاً المواد براها برات ما بتكفي، تحتاج لسيولة معها. يعني أنت اللي عندك مثلاً مواد مثلاً بخمسين، الخمسين دي هي تكون مواد موجودة، لكن أنت عندك حاجات تانية تحتاج ليها. أسأل الحمام والله الحمد لله يعني عندي كمية كثير، يعني كمية كثير يعني لا تتعد، الحمد لله يعني ما فيه خسارة، يعني قريباً تقريباً 300-400 كده يعني. أسأل الحمد لله. والغنم وجيت لها 5 رسين كل المحجنات يعني حمارين وقار واحد. تقدمت للجنة الزكاة القاعدية فلتقديم مشروع يعني حرفي، فأدوني مواد، كان قصاصا قدمتها ب20 وبعد فترة فقامت عدت ل50، فال50 أساسا كان هي مواد بتاعت نجارة. أدوني الحمد لله يعني المواد، فبدأت اشتغل فيه، يعني بدأت فيها من شهر 6-7، فكان السلموني المواد كان شهر 5 في يوم رمضان السنة اللي فاتت، فالحمد لله يعني بدأت وكان بمبلغ 50 مليون، فكله كان مواد بتاعت نجارة، فالحمد لله انه اشتغلت بها يعني، والحمد لله دخلت لي في مكاسب يعني كويسة خالص خالص، فالحمد لله يعني الواحد يعني وقف على كل عينه. فنتمنى انه يعني الدعم ده يجي لكل الشباب وكل المسؤولين يعني يقفوا ويساعدوا الفئة يعني المتوسطة والفقيرة. فدي واحد. الحاجة الثانية انه السوق يعني بيحتاج انه لمتطلبات كثيرة، وبيحتاج لمواد، وبيحتاج لسيولة. فنسبة للحتة معينة انه مثلا المواد براها برات ما بتكفي، تحتاج لسيولة معها. يعني انت اللي عندك مثلا مواد مثلا بخمسين، الخمسين دي هي تكون مواد موجودة، لكن انت عندك حاجات تانية تحتاج ليها سيولة عشان تقدر تحرك بها شغلك. يعني مثلا الخمسين دي ممكن تكون 100، المية ممكن تكون 50 مواد وخمسين تاني سيولة تقدر انت بتحرك بها، بتقدر تمشي بها شغلك. دي واحدة. الحياة الثانية السوق زي ما قالوا ما ثابت، يعني في تضخم، يعني ليلة ليلة تلقى المواد بسعر وبعد فترة تلقى تاني سعر. فهي يعني الحمد لله يعني قدمتنا، يعني الغرض شنو ده قدمنا والحمد لله يعني ما قصر معنا. فأساسا أنا بشتغل أعمال حرة، يعني أساسا كنت شغال في المنطقة، فهو بيشتغل مع الصناعية. فمن الغرض ده انا استلمته يعني بقيت شغال براي وبشتغل طلبيات والحمد لله عندي زباين. والورشه هي يعني بشتغل حسي حاليا في البيت، ليه؟ لان اساسا الايجارات برا في السوق او في المناي الدكاكين غاليه، يعني ايجارات غاليه، فشغال في البيت والحمد لله يعني. فنتمنى ان الواحد فينا يعني يطلع لبرا ان شاء الله. كل واحد بيبدأ خطوة وباجتهاد بصيغة بيمشي للأحسن. فإن شاء الله يعني نتمنى لكل الأخوة والزملاء إنه تجيهم الفرص ويقدروا يطوروا وضعهم ويحسنوا وضعهم المادي، وخاصة يعني الأسر المحمولة. فأتمنى يعني الشكر لكل التيم العامل في لجنة الزكاة والاخوه كلهم، اتمنى لهم يعني التوفيق لنا ولهم ان شاء الله.
والله انا متشكر شديد يعني بالنسبه للتعاون بتاعكم، وكان بدايه المشروع يعني تمويل بالنسبه للدواجن، والحمد لله بعد الدواجن انا قمت استبدلته بحمام وكار وغنم، الحمد لله سعيش واشتريت ثلاجة ومكيف الحمد لله يعني، اموري متيسره كويسه الحمد لله. شكرا لكم كثير وما قصرتوا، دائما وابدا ان شاء الله نخدمكم في الافراح السعيده. هسه انت المشروع بقى كذا هسه الحمد لله يعني ماشي كويس. عندك كم جوز حمام؟ والله تقريبا ما اقل لي من 300 و400 فرخه. قول انا الان عندي كم فرخ حمام؟ هسه الحمام والله الحمد لله يعني عندي كميه كثير يعني، كميه كثير يعني لا تتأت الحمد لله يعني ما فيه خساره يعني، قريبا تقريبا 300 و400 كده يعني هسه الحمد لله. والغنم وجدت لها 5 رسين كلهم مهجنات يعني، وحمارين وقار واحد الحمد لله، عايش منها ومرتاح الحمد لله. اولادي يشربوا الالبان وقاعدين مرتاحين الحمد لله. ايوه ويوميا بمويل يعني بمستطيع له وبمويه وبياكلوا الحمد لله يعني ماشي الحال. Thank you.
Thank you.